اندلاع حريق هائل نشأ باب المركز التجاري أحمد مهناوي بالعلمة بولاية سطيف. تمكنت منذ قليل الحماية المدنية من إخماده، ولكن يجرى الآن التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق. نتمنى ألا تكون هناك خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة، ربنا يسترها وإن شاء الله ما يكونش فيه أي ضرر. ودي بعض الصور من الحريق الهائل.